اليوم حرة، بدي منك تكوني حرة، ما تسمحي لحدا يرسم طريقك، ما تسمحي لحدا يحطك ببوكس أو يحطك بقالب يرسم لك أنت شو بدك تكوني. كوني أنت المسؤولة عن قراراتك، عن اختياراتك، كوني أنت عم بتحددي شو أنت بدك تكوني بيوم من الأيام. مرحبا واضح، أنا فوزية مهدي. عمري 28 سنة، بشتغل ميك اب ارتست وناشطة بمجال حقوق الإنسان. فوزية من مجتمع عربي، مش حيالله مجتمع عربي، من بيئة محافظة جدا ومجتمع منغلق جدا بالرغم من الانفتاح يلي بيحكي عنه الفرد يلي عايش بهذا المجتمع. أنا من لبنان، لبناني معترف إنه هو منفتح، ثقافة، انفتاح كذا، بس البيئة اللي أنا، المجتمع الصغير اللي أنا طالع منه، ما عنده هذا النوع من الانفتاح وهذا النوع من الثقافة. عنا البنت بتكون محددة بإطارات معينة، مجبورة يكون طموحها له سقف معين، أحلامها بدها تكون مصنفة ضمن قدرات معينة. ما فيك تحلم كتير، ما فيك تطلع كتير، حتى ما فيك تلبسي شيء انت بريحك، ما فيك تتصرفي تصرف انت بريحك. الضحكه بتنحسب عليك، النظره بتنحسب عليك، اي شيء بتكوني عم تعمليه عم ينحسب عليك ويصنفك انت اي نوع من المراه بتكون. اللي خلى فوزية تتمرد، تعرضت لكتير كلام سمعته جارح من الناس اللي حواليها، من مجتمعها، طلع عليها كتير اخبار، ألفوا عليها كتير قصص، لبعدين وصلت فوزية بيوم من الأيام مرضت. لما اللي مرضت وعاشت فترة طويلة كتير الحالة مع نفسها، يعني حتى أهلها اضطروا يكونوا شوي بعاد عنها لأنه كنت مضطرة أكون بمرحلة عزل. بقى بهذه الفترة اللي عشتها أنا لحالي، فهمت حالي وتعرفت عليها وعرفت أنه أنا شو بحب، شو بكره، كيف بدي أكون، كيف شخصيتها لفوزية. فوزية بعد 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، كيف بدها تكون؟ هل حتكون هي مثل أي صبية مرقت بهالمجتمع، بس خلقت عرفت اللي أهلها علموها إياه، اللي مجتمعها علمها إياه، ومشيت وكفت بهذه المسيرة بالحياة، ولا فوزية بدها تكون هي عم ترسم شخصيتها؟ أكثر شيء كنت أسمعه بأنه رح تفوتي على النار، والله مش رح يسامحك، والفتاوى، اللعنات، الشتايم، المسبات، أكثر أبشع شيء مثلا بس يبلشوا يسبوا الأهل، إنه أهلك اللي ما عرفوا يربوكي. طب أنتوا شو بعرفكم أهلي بشو قطعوا معي بهالفترة اللي أنا وصلت لهون؟ اللي تغير شكلي بالدرجة الأولى، اللي من جوا اللي بحسه أنا واللي بعيشه أنا بعده نفسه. قبل كنت أنه بكون مخباية، خايفة، يعني بضل عم بحسب الأمور أكتر، بضل عم فكر أكتر شو ممكن يقولوا عني هلأ، شو ممكن، ما أنا محجبة، ما أنا بدي يكون كذا، ما أنا بدي يكون كذا. هيدا تخلصت منه. أحلامي صراحة ما إلها حدود، عندي كتير أحلام على كافة الصعد. بالدرجة الأولى قبل الإنستغرام، قبل الإنفلونسر، وقبل موديل لمين، حلمي بالدرجة الأولى أنه أوصل للسلام الداخلي والخارجي، وأي شيء قبل أي طموح بالمهنة وبالعمل.